الثمانية. يوسف كمان شدد على احترام فريق الوصل باعتباره من الفرق القوية والتي تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن في نفس الوقت الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز مهما بلغت قوة الخصم. كلام محترم جدا. 21 لاعب ضمهم الجهاز الفني في هذه المباراة: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، وسعد سمير، وسليف كلوبالي، وأيمن أشرف، صبر رحيل، أحمد علاء، أكرم توفيق، كريم ندفد، وحسام عاشور، وهشام محمد، وليد سليمان، ناصر ماهر، اسلام محارب، محمد شريف، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، مروان محسن، وصلاح محسن، بالإضافة للنجم وليد أزارو النجم المغربي اللي كان مع منتخب المغرب. ده خبر تاني. كسبوا طبعا المنتخب المغربي، كسب 1-0 المنتخب التونسي. وليد أزارو بيلحق ببعثة الأهلي زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي في الإمارات غدا إن شاء الله. وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي يلحق ببعثة الأهلي في الإمارات غدا الأربعاء لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس إن شاء الله في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد. أزارو كان تغيب عن تدريبات النادي الأهلي لوجوده في المنتخب المغربي. سمعنا برضو إشاعات عن وليد أزارو مش عارف إيه، وليد عايز إيه، وليد بيقول إيه، كل ده يا جماعة كلام لا أساس له من الصحة، كلام فاضي، كلام يعني أنتوا عارفين لما في خبر كده بيطلع النادي الأهلي تلاقوا ناس بتنفخ فيه قوي وتكبروا قوي، وده المطلوب منهم إن هم يعملوا كده عشان يعملوا فتنة. ودايما النادي الأهلي دايما مطلوب من مش عايز أقول مغرضين، يعني مش عايز أقول مغرضين، سموهم زي ما تسموهم، اللي دايما عايزين اي بلبله جوه النادي الاهلي، عايزين اي زعزعه جوه النادي الاهلي، لكن طبعا النادي الاهلي عمره ما هيتطرق لمثل هذه التفاهات. لسه معاكم في اخبار النادي الاهلي، كان تقسيمه قويه النهارده في المران.